معهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ يرحب بكم. نقدم لكم النهاردة مادة كمبيوتر انجينيرينج 2. المادة دي بيدرسوها عندنا الطلبة في الفرقة الرابعة. دكتور المادة دكتور رفعت أبو زيد، ومع حضراتكم المهندسة دينا سيف. الحاجة هنتكلم عنها النهاردة هي الـ IEEE 754، اللي هي بتعتبر 32 بت فلوتينج بوينت. يعني بيبقى شكلها ايه، او ازاي اقدر امثل الارقام بالطريقة بتاعت اللي هي 32 بت فلوتينج بوينت. دي ليها طريقة معينة، وبتبقى عبارة عن 32 بت، بتبقى منقسمة الى 3 اجزاء. اول جزء جزء الساين يعني الاشارة، بعد كده الاكسبوننت، واخر حاجة المنتسة او السيجنيفكانت. طيب الساين ده بيبقى كام بت؟ بيبقى عبارة، انت قلتي لي ان كلهم بيبقى عبارة عن 32 بت. طيب الساين دي بتبقى كام بت؟ بتبقى بت واحدة. الاكسبوننت ده بيبقى 8 بت، والسيجنيفكانت او المنتسة بيبقوا عبارة عن 23 بت. طبعا ليها طريقة معينة في الريبريزنتيشن، لازم همشي على اربع خطوات معينة. اول ستيب، convert the decimal number to binary، خد الرقم الديسمال الرقم العادي اللي عندي احوله الى رقم باينري عادي. بعد كده بعمل له normalization، هنعرف دلوقتي ازاي. بعد كده بنعمل standard exponent by adding the bias، بعمل الاكسبوننت ده بضيف له البايست وبطلع الرقم في النهاية كام. بعد كده convert الاكسبوننت اللي انا طلعته ده to binary، بحوله الى ايه، الى رقم باينري. طبعا دي خطوات ثابته واحنا هنعرفها حالا. ناخد examples او نبتدي نحل في الشيت عشان نفهم ازاي انا بقدر امشي على الفور ستيبس دول. اهم حاجه تعرف ان انا بحول الرقم لباينري، بعمل normalization، بعد كده بجيب الاكسبوننت وبحول الاكسبوننت الباينري، وببتدي اكتب الرقم في الفورمه اللي قدامي دي. فاول حاجه بيقول express the following numbers in IEEE 32 bit floating point format. تمام، ازاي اقدر اعمل كده؟ ومديني minus 5 من الاول كده، عايز اعرف الاشاره بتاعته كام. معنى لازم يبقى عندي في الفورمه دي اول حاجه الساين والاكسبوننت والسيجنيفيكانت. تمام، اعرف البت بتاعت الساين دي، لو هي واحد تبقى سالب، لو زيرو تبقى موجب. يبقى اذا اشاره السالب 5 ده سالب، فيبقى واحد ولا زيرو يبقى عباره عن واحد. تمام، ما عندناش مشكله. يبقى اول حاجه انا جبت اول حاجه وخلصت منها. ناقصني ال 8 بت بتوع الاكسبوننت وال 23 بت بتوع السيجنيفيكانت. تعالوا نشوف. اول حاجه انا قلت عندي اربع خطوات ثابته، convert the decimal number to binary، الديسمال نمبر اللي هو 5 حوله الباينري عادي خالص. طبعا اكيد انت عارف تحول ازاي، فيبقى لما حوله باينري هيبقى بالرقم ده. بعد كده تاني خطوه كان ايه؟ قلت لي بنعمل normalization، ما فهمتش يعني ايه normalize. normalize او normalization دي يعني بعمل ايه؟ انا محتاجه اخلي الرقم ده شكله كالاتي، واحد على يعني عايزة واحد بس على الشمال، بعد كده بوينت ماشي، وبقية الرقم عادي ما عنديش مشاكل، بس لازم يبقى واحد على الشمال وبعدين البوينت. اعملها ازاي دي؟ لو انا عايزة الرقم ده يبقى بالشكل ده، يبقى هضربه في كام؟ لو انا حط بوينت هنا، تمام، اعتبره حتى كأنه رقم عادي خالص، كأنه مثلا واحد وواحد من 100. تمام، انت عايز تخلي الواحد وواحد من 100 دي، تمام، يعني عايز تخلي الرقم ده يبقى واحد وواحد من 100، يبقى تضربه في 10 اس كام؟ في 10 اس كام؟ في 10 اس 2. برافو عليك. بس انا هنا البيز عندي هنا 2، فعشان كده انا هضرب في 10 في 2 اس 2. فهمت الفكره؟ يعني بالراحه كده انا عايزه اخلي الرقم ده يكون الرقم ده ومع الاحتفاظ بقيمته، يعني انا عايزاه احتفظ بقيمته، فعشان احتفظ بقيمته يبقى هضربه في 2 اس 2. خلاص كده. طيب الرقم اللي فوق بقى ده اللي هو الاس بتاعي اللي هو 2 اس 2 ده، هبتدي اجيب منه الاكسبوننت. الاكسبوننت انا قلت بعمل ثالث خطوه، انا كده خلصت اول خطوه وتاني خطوه. ثالث خطوه اللي هي ان انا بعمل ايه؟ بعمل اكسبوننت، استاندر الاكسبوننت ازاي؟ باي ادينج البايس. يبقى انا اضيف كام؟ 127. 127 زائد الايه؟ الاكسبوننت اللي عندي اللي هو الاثنين. تمام، يبقى 127 زائد الاثنين يبقى يطلع كام؟ 129.
بعد كده رابع خطوة قلت ايه، بحول الاكسبوننت اللي عندي الى باينري نمبر، يعني بحول 129 اللي طلعت لي دي لباينري عشان اقدر ارسهم هنا في المكان اللي ايه التمانية بت دول. فهيبقى بالشكل ده، كده 100 كام، 129. يبقى انا كده جبت كل حاجة. فاضل السيجنيفيكانت، هو ايه السيجنيفيكانت ده؟ بص بقى، شايف بقية الرقم من اول 01، تمام، 01 كده حطهم هنا، 0 وجنبها 1، وبكمل ال 23 بت بصفار. يبقى في الاخر عندي الشكل ده. يبقى اشاره جبتها منين؟ من الواحد ده. اكسبوننت ده جبته ازاي؟ بعد ما عملت النورماليزيشن طلع لي في 2 اس حاجه، تمام، اس الحاجه دي جمعتها على الايه، على 127، طلع لي رقم. الرقم ده حولته الى باينري، وفي الاخر بطلع الرقم بالشكل ده. السيجنيفيكانت دي جبتها منين؟ بعد ما عملت نورمالايز للرقم عادي، باخد اللي بعد البوينت ده كله احطه هنا، والباقي اكمل ال 23 بت صفار. كده انا جبت اول حاجه. طيب سالب 6 بالراحه كده. اول حاجه احنا قلنا ايه؟ اشوف الاشاره موجب ولا سالب. سالب يبقى الساين بت بتاعت الساين دي فيها واحد، ادي اول حاجه خلصنا منها. طيب بعد كده الستة دي بحولها الى باينري نمبر، تبقى 110، صح؟ بعد كده اعمل نورماليزيشن. نورماليزيشن قلت يعني ايه؟ يعني اخلي واحد واحدة واحط بوينت هنا على الاحتفاظ بقيمة الرقم، عشان احتفظ بقيمته يبقى اضرب في 2 اس كام؟ اس 2 برضو، تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل ستاندرد الاكسبوننت باي ادينج البايست. بضيف كام؟ بضيف 127 على الحاجه اللي فوق ايه؟ فوق الاثنين، 2 اس 2، يبقى اخد الاثنين دي اضيفها على 127، يطلع كام؟ نفس اللي فاتت بالظبط، 129. بعد كده اعمل كونفرت للاكسبوننت تو باينري، هيطلع نفس اللي فات. بعد كده ابتدي ارسهم في الفورمات بتاعته، احط الاشاره بتاعتي اللي هي الواحد، الاكسبوننت ده اللي هو الباينري نمبر اللي انا حولته، السيجنيفيكانت كام؟ واحد. جبت الواحد دي منين يا باشمهندسه؟ قلت اللي بعد البوينت دي، والباقي كله صفار. 23 بت بقيتهم صفار، يعني تقريبا 22 بت. سهله خالص. يا ريت بقى المساله الجايه دي انت تعملها بنفسك. هتحول ايه؟ هو بيقول لك هنا سالب واحد ونص. طبعا انت عارف ان سالب واحد انا بحولها الباينري الاول خالص، اشوف الاشارة، اشارة ايه؟ سالب، يبقى الساين بتاعتي واحد، دي اول حاجة خلصنا. فاضل واحد ونص. واحد ونص حولها باينري ازاي؟ الواحد هيبقى واحد، ما فيش عندنا مشاكل. والنص ده باخده اضربه في اتنين يطلع رقم، خد الجزء الصحيح في جنب، وجزء اللي هو العشري ده اضربه في ايه؟ في اتنين، وهكذا، واكمل وارسهم في الاخر من فوق لتحت، صح ولا غلط؟ من الشمال لليمين، يعني بتحوله لباينري. وفي آلات حاسبة بتحول لباينري، لو انت بتعرف تستخدم الآلة الحاسبة بتحول لباينري مفيش مشكلة. convert decimal number to binary، بعد كده ايه؟ زي ما احنا قلنا، فيطلع بالشكل ده 1.10. بعد كده بعمل normalize. normalize ده كان ان هو يبقى ايه؟ ان يبقى عندي واحد على الشمال، صح، وبعدين بوينت وبقيه الرقم. ما هو كده هو اصلا معمول له نورماليزيشن. هل انا محتاج اعمل خطوه النورماليزيشن؟ لا، اوريدي هو كده على الشكل بتاعه اللي هو بعد ما عملته نورماليزيشن، هو اوريدي مش محتاج لا شيفت ولا محتاج اي حاجه. يبقى الخطوه دي هعمل لها سكيب، مش محتاجاه. بعد كده ستاندرد الاكسبوننت باي ادينج البايس. طب هو البايس عندي كام؟ 127 زائد كام؟ زائد مفيش حاجه، لان انا ما عملتش حاجه اصلا، فيبقى 127 بس. بعد كده بنحول البايس ده لباينري، بحول ال 127 لباينري، هتطلع بالشكل ده. بعد كده احطهم واظبطهم في الفورمات بتاعتهم، يبقى الساين بكام؟ الساين بواحد، الاكسبوننت هو الرقم اللي طلع عندي هنا، والسيجنيفيكانت اول ما انتسى اللي هو من اول بعد العلامه اللي هو من اول 10 والباقي صفر، تمام كده خلصنا دي. طيب 384 سهلة جدا. أول حاجة بعملها بعمل إيه؟ بشوف الإشارة بتاعتي هنا موجب، يبقى هتبقى 0. بعد كده أحول 384 إلى باينري نمبر، فهتطلع بالشكل ده. هي على يعني معمول لها نورماليزيشن ولا محتاجة؟ لا محتاجة، محتاجة إن أنا أحط بوينت هنا، تمام. يبقى يعني هو الرقم ده خلي بالك كأن في بوينت هنا، صح؟ كأن في بوينت هنا، فأنا هرجع كام بت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بتات شمال، ارجع 8 بتات شمال، يبقى هضرب في 2 اس 8، تمام.
رجعت تمام، ضربت في 2 أس 8. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل الاكسبوننت. الاكسبوننت ده بعمل ايه؟ بضيف 127 زائد الرقم ده، زائد كام؟ زائد 8. ف 127 زائد 8 يطلع 135. تمام كده. اعمل ايه؟ convert ال exponent to binary، يبقى 135 احولها الى binary تطلع الرقم ده، هحطهم في الفورمات بقى بتاعتهم. الاشارة بتاعتي 0 وال exponent هو الرقم اللي طلع ده. بعد كده اجيب ال significant اللي هي من اول واحد لحد ده، ايه لحد ده كله، والباقي صفار بقى، هكمل 23 بت صفار. تمام. السؤال ده بيقول 1/16، 1/16 لو عملتها بالآلة الحاسبة، خلينا الأول نقول إن الساين الأول موجب فهتبقى 0. لو عملت دي على الآلة الحاسبة هتطلع كام؟ هتطلع 625/10000. تمام. لو حولتها إلى باينري هتطلع بالشكل ده، 1/10000. فأنت هتعمل إيه؟ المفروض ركز بقى في الحتة دي. المفروض أنا عايزة الرقم ده يبقى 1 1، وبعدين إيه؟ وبعدين زيروز او كده، او اني واي بقيت الرقم يعني. يعني انا معنى كده كنت دايما الاول بمشي بالعلامة شمال، المرة دي انا همشي بالعلامة يمين. خلي بالك بقى هتضرب في 2 أس سالب، سالب عدد العلامات اللي انت حركتها. يعني ايه؟ 1 2 3 4، انا هتحرك 4 4 يمين، يبقى اضرب في 2 أس سالب 4. تمام. هيبقى 1 في 2 أس سالب 4. بعد كده بعمل ستاندرد الاكسبوننت ان انا هضيف البايس. طيب يبقى البايس هنا كام؟ خلي بالك 127 ناقص 4. انت بتاخد الرقم اللي فوق الاتنين بإشارته، ركز معايا قوي، هيبقى كام؟ ناقص 4. 127 ناقص 4 يطلع كام؟ 123. يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت عملت ستاندرد الاكسبوننت. محتاجه ان انا اعمل ايه؟ ان انا احول الاكسبوننت ده تو باينري، فهيطلع بالشكل ده. ابتدي بقى اظبطهم في الفورم بتاعتهم. الساين بزيرو، الاكسبوننت هو الرقم اللي طلع عندي هنا. طب ايه السيجنيفيكانت بقى يا باشمهندس؟ هو فين؟ هو فين الرقم اللي بعد العلامه؟ ما هو الواحد ده بوينت في صفار، انت هتحط صفار عادي. تمام. وده يبقى ايه؟ خلصنا المسألة دي وحطيتها في 32 بت ريبريزنتيشن. طيب هنا بيقول ايه؟ -1/32. الساين ايه؟ الساين سالب، يبقى 1 من الاول كده. طيب 1/32 على الآلة الحاسبة هتطلع الرقم ده، حولها باينري تطلع ايه؟ الرقم اللي عندي ده. اعمل لها نورماليزيشن، يبقى انا محتاجة احرك العلامة كم مرة يمين؟ 1 2 3 4 5 يمين، يبقى في 2 أس سالب 5. تمام. عشان تحرك العلامة يمين وتحافظ على قيمة الرقم، يبقى كأن انت بتضرب 1 في 2 أس سالب 5. على فكرة هي حتى في الديسمال العادي، مش باينري. حتى لو انت عندك 1 في 2 أس سالب 5 وهترجعه تاني لأصله، يبقى هتعمل كده، تحرك العلامة 5 مرات. تمام. ستاندرد الاكسبوننت باي ادينج البايس، يبقى انا هجمع 127 ناقص 5، يطلع كام؟ 122. 122 احولها تو باينري تطلع الرقم ده. اظبطهم في الفورمات بتاعتهم. الساين بتاعتي هنا 1، والاكسبوننت هنا هو الرقم اللي انا طلعته ده، والسيجنيفيكانت كله اكيد صفار لان مفيش بعد العلامه حاجه. حط بقيه الاصفار، يبقى انا كده ظبطت الايه؟ الفورمات بتاعتي على ال 32 بت ريبريزنتيشن. يبقى كده خلصنا السؤال ده. السؤال الثاني بيقول the following numbers use IEEE 32 bit floating point format. What is the equivalent decimal value? هنا بقى قال لك ايه؟ انا حطيتهم على الريبريزنتيشن بتاع ال 32 بت floating format، وعايزك تجيب لي الايكويفالنت بتاعهم بالديسمال كام، يعني انا مش عارف الرقم ده، فلازم اركز بالراحه. اول حاجه احنا قلنا انا عندي 32 بت منقسمين لثلاث اقسام. اول قسم خالص اللي هو الاشاره الساين، بعد كده الاكسبوننت، بعد كده المنتسة او الايه او السيجنيفيكانت. انا اول حاجة اقول ايه؟ يبقى الساين سالب، خلاص ادينا عرفت ان هو سالب. فبعمل ايه بقى؟ بجيب الرقم بتاعي واشوف الايه الاكسبوننت بتاعي. الاكسبوننت بتاعي اللي هما 8 بت، احولهم الى ديسيمال، هلاقيهم كام؟ 131.
طب انا هناك كنت بعمل ايه؟ كنت هناك بجمع 127 صح؟ هنا بقى العكس، هطرح 127 سالب 127 ناقص الرقم بتاع الاكسبوننت ده بتاع 4. يبقى اذا بص بقى الموضوع ده، ان انا هو الرقم اللي عندي المفروض الستاندرد بتاعه 1 وبوينت صح، وبقيت الرقم ده اللي هو 1100 مش عارفه ايه كده، ده الطبيعي بتاع الرقم بتاعي صح. واصله بقى كان في 2 أس 4، 2 أس الايه وأس الاكسبوننت ده صح، 2 أس 4. فانا هعمل ايه بقى؟ فانا هقول له ان الرقم ده في 2 أس 4، يبقى ده كان اصله، فيبقى الرقم كام؟ انا هحرك العلامة هنا 1 2 3 4، يبقى ده كده رجعت الرقم لاصله، يبقى بيساوي كام؟ بيساوي 28 لو انت حولتها الباينري كده. انا خلصت ولا في اشارة فوق؟ في اشارة فوق اللي هي سالب، يبقى سالب 28. يبقى الريزلت كام؟ سالب 28. نراجعها تاني بالراحة. اول حاجة انا بجيب الاشارة بعرفها من البت الاخيرة اللي هي الساين، بعد كده بيبقى عندي 8 بت للاكسبوننت، باخدهم حولهم الاول. الرقم اللي طلع ده راح من 127 عكس اللي هناك، هناك كنت بجمع 127 هنا بطرح 127 لا لأربعة. طيب انا عايز اجيب الرقم الاصلي اللي هو اصلا كان كام؟ كان الرقم 1 بوينت صح، وبقيت المنتسة ده اللي هو 1100 كده، انا هاخده اضربه في 2 أس الرقم اللي انا طلعته بتاع الاكسبوننت ده، وبعد كده اطلعه عادي يعني هضرب عادي بقى هنا، هنا همشي عادي خالص. فهحرك العلامة كام؟ 1 2 3 4، لان انا بطلع قيمة الرقم مش بضربه في حاجة، انا هنا بطلع قيمة الرقم كام. زي ما اقولك مثلا 10.5 في 2 أس 2، فاهم الفكرة؟ بتشتغل عادي بتطلع قيمة الرقم. هناك كنت عايزة اطلعها 2 أس كام، دي كانت المشكلة الأساسية، كنت بمشي العكس، انما احنا هنا هنمشي عادي خالص يعني في 2 أس 4. يبقى انا احرك العلامة 4 مرات يمين، ما فيش اي حاجة، 1 2 3 4، يبقى بالتالي العلامة هتبقى هنا، يبقى هيبقى هو ده الرقم كله، فيطلع 28 ومنساش الاشارة فوق اللي هي بتاعة السالب. تعالى برضو نراجع على دي في المسألة اللي وراها. المسألة اللي وراها بيقول نفس الكلام ومديني الرقم. أول حاجة قلنا بشوف الساين الإشارة بتاعتي هنا زيرو، يبقى الرقم ده موجب تمام. بعد كده أبتدي أشوف التمانية بت بتوع الإيه الإكسبوننت ده، أخد الإكسبوننت بقى أشوفه يطلع كام اللي هو التمانية بت اللي هما إيه اللي في النص دول، هلاقيه يطلع 126. المفروض إن أنا عندي كام؟ عندي 127. فأنا خلي بالك من حاجة، أنا باخد الرقم اللي بيطلع ده وبطرحه من 127، مالكش دعوة هو كبير ولا صغير، يبقى الرقم اللي هيطلع لي ده كنت انت ده بطرحه من 127 عكس ما كنت هناك بعمل تمام، هيطلع سالب 1. يبقى اذا الرقم، نفكر بقى الرقم اللي عندي كان اصله كام، او انا الستاندرد بتاعه بقى كام؟ 1 بوينت، بقيت الرقم ده صح 1 بوينت، وبشوف الرقم ده احطه جنبه في كام بقى؟ في 2 أس سالب 1 اللي طلعت دي تمام. وهنا انا بشتغل عادي، سالب يبقى همشي شمال تمام، يبقى انا هحرك العلامه مره واحده للشمال، بالتالي يبقى الرقم اللي عندي طلع بالشكل ده احوله الى ايه؟ الى ديسيمال عادي خالص. يبقى كده الريزلت تطلع عندي كام؟ 8125 من ايه؟ من 10000. السؤال ده برضو نفس الكلام، اول حاجه اشوف الاشاره كام موجب ما عنديش مشاكل، بعد كده اشوف الاكسبوننت اللي هما الثمانية بت، الثمانية بت اللي وراهم يطلعوا كام؟ هيطلعوا 128. انا بعمل ايه؟ باخد الرقم اللي طلع ده ناقص 127 يطلع كام؟ يطلع 1. الرقم عندي اصله كام؟ 1 بوينت المنتسة ده صح؟ 1 بوينت يعني 1 يعني، خلي بالك 2 أس كام؟ في 2 أس 1. يبقى انا حرك العلامة ايه؟ علامة مرة يمين، يبقى الرقم طلع عندي كام؟ 1 0 مش 10، 1 0. يبقى لما احول الباينري ده الى ديسيمال يطلع كام؟ 2. يبقى النتيجة عندي طلعت 2. وبكده يا شباب يبقى خلصنا. شكرا جدا، كان معاكم مهندسة دينا سيف من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ. سلام عليكم.